الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ذكر مصنف حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله. وذكر أن هذا الحديث رواه مسلم، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحو هذا اللفظ، فإنه قد جاء بلفظ حتى يقبضه، وجاء بلفظ حتى يستوفيه. وإنما اختار المصنف هذه اللفظة التي رواها مسلم لأن فيها معنى زائد، وهو معنى الكيل، وسنذكر بعد قليل فائدة ذكر هذه الكلمة بالخصوص وما استنبط الفقهاء من هذه الكلمة بالخصوص. قبل أن ننتقل لبيع الحصاة تكلمنا عنه وقلنا إنه له صورتان، إما في الأرض وإما أن يكون في غير المعين، إما أن يكون معين لكنها غير محدد المقدار فيرمي الحصى فيقول بعتك إلى ما تصله الحصى. ما ذكرنا هذا؟ تكلمت؟ زين، قلنا إن بيع الحصاة له صورتها، وكلاهما من جهالة، إما جهالة العين فيكون له سلع فما أصابته الحصاة فهو المبيع، وإما أن يكون العين محددة وهي الأرض ولكن بعتك إلى ما يصله منتهى الحصى، فيكون عندنا صورتان وكلاهما جهالة، فإما جهالة بنوع المبيع وإما بقدره، وفي كلا الأمرين هو من الغرر، لأن قلنا إن كل جهالة عائدة للغرر، هذا كما ذكرت ذلك. طيب، نقول قبل أن نتكلم عن قضية القبض والكيل وما يتعلق به، سأذكر مقدمة في ثلاث معان متقاربة. في فهم هذه المعاني المتقاربة نفهم خلاف الفقهاء في الجملة، لأن هذه المسائل كثير من طلبة العلم يلتبس عليهم معرفة هذه المسائل فيدخلون بعض هذه المسائل في بعض، وذلك أن هناك شيئا يشترط قبل البيع يسمى الملك. لا تبع ما ليس عندك أو ما ليس في ملكك، كما جاء في بعض روايات حكيم بن حزام. والأمر الثاني يسمى القبض، وفي معناه الحيازة. والأمر الثالث يسمى النقل. إذن عندنا ثلاثة أشياء: الشخص ممنوع من أن يبيع شيئا لا يملكه وليس عنده، وهو ممنوع أحيانا من أن يبيع شيئا ليس قابضا له أو حائزا له، وهو ممنوع أيضا من أن يبيع شيئا قبل أن ينقله. ولنعلم قبل أن ينقله وهو النقل من مكان إلى مكان، ولنعلم أن هذه الأمور الثلاثة بهذا الترتيب. وسأمشي على ما ذكره فقهاء المذهب في حد كل واحدة من هذه الأمور الثلاثة، ثم سنرجع لها بعد قليل في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النقل وفي حديث حكيم بن حزام في قضية الملك. فمشهور المذهب أنه لا يجوز بيع أي شيء ليس في ملك الشخص إلا شيئا واحدا فقط هو الذي يجوز بيعه، وهو الموصوفات، بشرط أن تكون في الذمة وليست حالة. أعيد، فقهاء المذهب يقولون لا يجوز للشخص أن يبيع شيئا ليس في ملكه أو مأذونا له ببيعه كالوكيل والوصي ونحو ذلك، إلا في حالة واحدة: أن يكون المبيع موصوفا، وقيده الثاني أن يكون البيع في الذمة. وإذا قلنا إنه موصوف في الذمة فإنما يعلون به عقدا مشهورا وهو عقد السلم، لأن الشخص في عقد السلم يبيع شيئا ليس في ملكه ولكنه موصوف في الذمة. وبناء على ذلك فإنه يقابل الذي في الذمة ماذا؟ المعين. فلا يجوز مطلقا بيع المعينات غير المملوكة. شخص يقول بعتك هذا الكأس، هذا معين، لكن لو كان موصوفا بعتك مثل هذا الكأس، فالفرق بين الأمرين واضح. المثل هذا موصوف، ولكن بعتك هذا الكأس هذا معين. مثله يقال في السيارة: بعتك السيارة الفلانية ذات الرقم الفلاني، هذا بيع معين لا يجوز إلا أن يكون في ملكك أو
مأذونا لك في أو أن تكون أو أن يكون مأذونا لك بالتصرف فيه. لكن لو كان موصوفا سيارة موديل كذا يقول يجوز بشرط أن يكون مؤجلا أي في الذمة، وبناء على ذلك فإنه على مشهور المذهب لا يصح بيع الموصوفات الحالة، وهو الذي يسمى بالسلم الحال، لا يجوز. إذن عرفنا القيد الأول في مشهور المذهب، وسيمر معنا إن شاء الله والخلاف فيه في محله. الوصف الثاني وهو ما يسمى بالقبض. القبض شرط عند الفقهاء في نقل الملك، فلا يجوز للشخص أن يبيع شيئا تملكه قبل أن يقبضه. لا يجوز للشخص أن يبيع شيئا تملكه قبل أن يقبضه. وهذا الوصف الثاني أو القيد الثاني نطاقه على مشهور المذهب هو في المكيلات والموزونات. ومعنى ذلك أن غير المكيلات وغير الموزونات فإنه يجوز بيعها قبل قبضها. هذا هو نطاقه عند فقهاء المذهب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو النقل. فهناك أشياء لا يجوز بيعها إذا ملكتها حتى تنقلها، لأن النقل عندهم صورة من صور القبض وزيادة، وهو على مشهور مذهب خاص بأمرين، أحدهما بلا إشكال وهو ما يتعلق بما بيع جزافا، والأمر الثاني بالمنقولات، وبعضهم يغفل الصورة الثانية ويكتفي بالصورة الأولى. إذن يجب المنقولات مثل الكأس والشيء الذي يمكن نقله، فيرون أن المعدودات والمنقولات يكون قبضها بنقلها. معرفة هذه الأمور الثلاثة تحل إشكالا كثيرا عند بعض طلبة العلم، لأنها تتداخل عليه هذه الأمور. فعلى سبيل المثال، ما لا يشترط قبضه عند البيع فإنه لا يلزم نقله. فعلى مشهور المذهب أن السيارة مثلا والأرض لا يشترط قبضها لنقل ملكها، وبناء على ذلك فإذا اشتريت من شخص سيارة يجوز لك بيعها قبل أن تقبضها، ومن باب أولى من قبل أن تنقلها من مكانها. فأنا أريدك أن تعرف، يهمني أن تعرف هذه الأمور الثلاثة، ثم نصل لحديث الباب. حديث الباب الذي معنا وهو حديث أبي هريرة وبنحوه حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر يدل على المعنى الثاني. وما هو المعنى الثاني؟ وهو النقل، عفوا، وهو القبض. وهو القبض. القبض أولا يجب أن نعرف أن العقود باعتبار القبض ثلاثة أنواع. أن العقود باعتبار القبض ثلاثة، أو قل أربعة إن شئت. أن العقود أربعة أنواع باعتبار القبض. هناك عقود إذا لم يكن فيه تقابض فإن العقد باطل، وهذه مثل عقد الصرف ومثل عقد السلم بالنسبة لرأس مال السلم للمسلم فيه، ومثل عقد المضاربة، فإن المضاربة على مشهور المذهب لا تصح أن تكون في الذمة، بل يجب أن تكون، ومثل سائر الشركات يجب أن تكون المال حاضر وقت التعاقد، فلا بد من التقابض فيها. هذه العقود إذا لم يكن فيه تقابض فالعقد باطل، لا وجود له. النوع الثاني من العقود عقود العقد فيها صحيح لكنه ليس بلازم حتى يتم التقابض، بمعنى أن القبض يكون شرطا للزوم، للزوم العقد. ومعنى قولنا إنه شرط للزوم العقد بمعنى أن من أنشأ العقد يجوز له أن يتراجع فيه، وهذا يتصور في عقد الهبة. فإن الهبة يقول الفقهاء صحيحة وإن لم يكن فيها قبض، ولكن القبض شرط للزوم، لما ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: إني كنت قد نحلت عائشة نخلا بالعالية، فلو قبضته لحازته إلى ملكته، ولكنه رد للورثة، فأرجعه إليهم. فدل على أنه يجوز الرجوع في الهبة والهدية والصدقة قبل أن يقبضها من وهبت له. فالقبض هنا شرط للزوم العقد لا لصحته. النوع الثالث من العقود هي العقود التي تكون صحيحة لازمة من غير قبض، لكن القبض فيها شرط لنقل الملك. انتبه هنا،
وهذا هو حديث الباب. القبض يكون فيها شرطا لنقل الملك، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تبيع هذه العين التي اشتريتها حتى تقبضها، ملكك عليها صحيح، ولا يجوز للبائع أن يتراجع فيها، ولكن القبض شرط لنقل الملك. وهذا دليله حديث الباب الذي معنا هنا، وله أحاديث أيضا أخرى في معنا، وهو مجمع عليه في الجملة، في الجملة مجمع عليه. هذا النوع الثالث من العقود. هناك عقود لا أثر للقبض فيها، وهو العقود التي لا يشترط فيها القبض للنقل، وسنتكلم عن نطاقها بعد قليل، أهي المكيلات والموزونات أم هو غير ذلك. معرفتك لهذا التقسيم وأن القبض شرط في ثلاثة أنواع يحل عليك إشكال كثير في معرفة نطاق الحديث، وأنه ليس في كل العقود، وإنما هو في بعض العقود دون بعضها، وأنه إنما هو شرط لنقل الملك لا لصحة العقد. طيب، إذن هذه هي المسألة التي أردنا نحدث عن الحديث عنها، وهي مسألة القبض وعلاقته بالعقود مطلقا. العقود الثاني أن يكون العقد صحيحا، ولكن القبض شرط للزوم العقد، شرط لزوم، بمعنى أن الشخص لو وهب لشخص شيئا ثم تراجع فيه جاز. لو وهب ثم مات فورثته يقومون مقامه في قضية القبول والرد، فإن كان له قصر فإن ولي القصر ليس له إلا الرد وليس له القبول، لأن ولي القصر لا ينوب عنهم فيما فيه تبرعات، وإنما ما كان فيه لمصلحتهم فقط. فحينئذ إن كان الورثة قصر فإنه يعود لمالهم، وقيل يكون موقوفا لحين بلوغهم، فإن كان القاصر لا يتم له بلوغ كالمجنون فإنه يحكم، يقوم وليه مقامه في النفي لا في الإثبات، لأنه ممنوع الولي من الإثبات لأن فيه تبرع. طيب، إذن عرفنا أن حديث الباب أو هذا الحديث دال على النوع الثالث، وهو القبض الذي يكون شرطا لنقل الملك. عندنا في هذه المسألة أمران مهمان جدا، أو لنقول ثلاثة. الأمر الأول، أو قبل أن نتكلم عن هذه الأمور لنشرح جمل الحديث ثم ننتقل للمسائل المتعلقة به. هنا قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما. هنا أتى بالطعام أي المأكول، الطعام المأكول، ولذلك سيأتي معنا بعد قليل هل يقاس عليه غيره أم لا بإذن الله. قال: فلا يبعه. جاءت روايتان في هذا الحديث، جاءت فلا يبعه بالجزم، فيكون من باب النهي فيكون منهيا عن بيعه، وجاءت فلا يبيعه بالضم فيكون خبرا، ولكنه خبر بمعنى الأمر. فلا يبعه حتى يكتاله، أي يكيل هذا الطعام الذي اشتراه. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز نقل الملك في الطعام المكيل حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل أو أربع. أول مسألة معنا أن الحكم الذي دل عليه هذا الحديث مجمع عليه، فقد أجمع العلماء في الجملة على أنه لا يجوز بيع طعام على حسب الاختلاف في نطاق هذا النهي، لا يجوز بيع بعض أنواع الطعام حتى يتم قبضه، حتى يقبض. حكى الإجماع الشيخ تقي الدين وقبله بن منذر وكثير من أهل العلم إعمالا لهذا الحديث، هذا مجمع عليه الحديث، ولكن الخلاف في نطاق النهي. ما هو نطاق النهي؟ فيه خلاف على أقوال، ونحن قلنا إننا لن نمشي في شرح البلوغ إلا على قولين، مشهور المذهب والرواية الثانية عند الشيخ تقي الدين ومن وافقه. فمشهور المذهب أنه خاص بالمكيلات والموزونات فقط، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، مثل ما قالوا في علة الربا تماما، فقالوا إن كل مكيل وموزون هو الذي يمنع من بيعه حتى يقبض. ودليلهم في ذلك هذه الرواية: حتى يكتاله. قالوا: والوزن في معنى الكيل، فلا بد أن يكون مكيلا أو موزونا. وهذا واضح وجه استدلال فقهاء المذهب. الرواية الثانية في المذهب أنهم قالوا هذا عام في كل المبيعات مطلقا،
ودليلهم على ذلك ما جاء عن ابن عباس أنه لما روى هذا الحديث قال: ولا أحسب غيره إلا مثله. وانتصر له الشيخ تقي الدين وأطال في الرسالة المطبوعة له باسم تفسير آيات أشكلت على كثير من الناس، أطال في التفصيل والاستدلال لهذه المسألة، وأن النهي عن بيع المبيع قبل قبضه ليس خاصا بالمطعومات وليس خاصا بالمكيلات والموزونات، بل هو عام في كل المبيعات. عندنا المسألة الثالثة وهي مهمة وإن كان فيها بعض الدقة، وهي مسألة لما نهى الشارع عن هذا البيع قبل قبضه. مشهور المذهب وهو قول الجمهور أن النهي إنما هو لأجل المنع من توالي الضمانين، فقالوا إن توالي الضمانين هنا هو المانع من صحة العقد. ولنتفكر في معنى توالي الضمانين. انظر هنا، هذه السلعة، شوف انظر، هذه السلعة إذا بيعت فالأصل أنه عند البيع ينتقل الضمان لملك من؟ لملك المشتري. ولكن قبل أن يقبضها من البائع هي في ضمان من هي في يده، فهذه المرحلة الانتقالية بعد البيع وقبل القبض هي في ضمان شخصين: في ضمان البائع لكونها في يده، وفي ضمان المشتري لأنها في ملكه. فيقولون إن هذا اجتمع توالى ضمانان لعين واحدة، فلذلك منع من بيعها، لأن ربما يترتب عليها تلف ويترتب عليها أي شيء آخر، فيكون كيف يضمن السلعة اثنان؟ هذا رأيه. طبعا الشيخ تقي الدين في الموضع الذي ذكرت لكم قبل قليل قال إن هذه العلة منقوضة طردا وعكسا، فقد ثبت توالي الضمانين على بعض الأعيان وصح بيعها، وعكسا أننا نقول أنه قد نحكم ببطلان البيع مع عدم وجود الضمان. وأطال على هذه المسألة، ولكن قرر الشيخ تقي الدين أن النهي عن هذا النوع من البيع إنما هو لأجل عدم التغابن بين المتبايعين، فإن بعض الناس إذا اشتريت منه سلعة وقبل أن تقبضها بعتها بربح، فقد يقع في نفسه من الحسد ويقع في نفسه من سائر ما يتعلق بمترادفات الحسد، فيمتنع من تسليمك إياها. وهذا كثير جدا، لا تتصور كم من الصور الموجودة مثل هذه الواقعة، سواء كان في الأراضي أو في غيرها. ولذلك فإن العلة الثانية تفيد أمرين: الأمر الأول في قضية أننا نقول إن الحكم عام وليس خاصا بالمكيلات والموزونات، بل هو عام، لأن توالي الضمانين ليس خاص بالمكيلات والموزونات بل هو عام. وكذلك المعنى الثاني هو قضية المنع والتعطيل من التسليم. والأمر الثاني يفيدنا، وهذا انتبه له فهي دقيقة، أننا إذا عرفنا هذه العلة عرفنا المستثنى، فإنهم يقولون يجوز على الرواية الثانية في المذهب يجوز بيع الشيء قبل قبضه في حالتين: الحالة الأولى إذا بيع على من هو كان في يده اللي هو البائع، لأن هنا هو سيقبض لنفسه، بينما المذهب يقول لا، حتى لو بعتها على البائع ما يجوز لظاهر الحديث، وقفوا مع ظاهر الحديث. ولكن الرواية الثانية يقولون يجوز بيع السلعة قبل قبضها للبائع. الاستثناء الثاني قالوا يجوز بيعها قبل قبضها إذا كان بالثمن الأول، تولية بالضبط، أحسنت يا شيخ، بنفس الثمن الأول، لأن في هذه الحالة فإن البائع لا يحس بالغبن ولن يحس ولن يمتنع من تسليمها، لأن بنفس الثمن الذي باعها للمشتري الأول بيعت للمشتري الثاني. هذه المسألة دقيقة جدا، وقد ذكر الشيخ تقي الدين أنها من دقائق المسائل، وأن كثيرا من الفقهاء أشكلت عليهم هذه المسألة، فنحن أوجزناها في هذه الدقائق الثلاث، يعني لعل الله عز وجل أن يعني نكون قد وصلنا إلى أهم المسائل المتعلقة في مسألة القبض في نقل المبيع أو في نقل الملك بعد ذلك. طبعا عندنا مسألة هنا في أيضا استثناء ثالث، هناك استثناء ثالث نسيت أن أذكره، أن مشهور المذهب يقولون
إن المنع لا يشمل البيع فقط بل يشمل البيع والهبة. فلو أن شخصا تملك عينا وقبل أن يقبضها وهبها يقول لا يصح، لأن الهبة في معنى البيع، بينما على الرواية الثانية يعتبر استثناء ثالثا، فيجوز للشخص أن يهب العين قبل قبضها، لأن العلة هنا ستكون منتفية، فلا غبن على البائع الأول ولا ضرر عليه، أو قد يحس في نفسه من حسد ونحو ذلك. إذن نقول استثناءات ثلاث، بدل أن نقول إن الاستثناءات إنما هي اثنان فقط. سمع شيخنا. وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان، ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. نعم، هذا حديث أبي هريرة الثاني في نوع من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيع بيعتين في بيعة. وقوله بيعتين في بيعة أشكل على الفقهاء رحمة الله عليهم بيان معنى البيعتين في بيعة على أقوال كثيرة، وإنما سنذكر من ذلك قولان فقط، وهو الذي يهمنا في هذا الدرس. والمصنف رحمة الله عليه لما أورد الحديث الأول أورد بعده الرواية الثانية عند أبي داود، لأنها ترجح أحد المعنيين على الآخر. فمشهور المذهب أنهم يقولون إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة معناه اشتراط عقد في عقد، اشتراط عقد في عقد، يعني تعليق عقد على عقد آخر، مثل أن يقول: بعتك هذه السلعة إن اشتريت مني كذا، ما أبيعك هذه إلا أن تشتري هذه معها، أو يقول: لا أبيعك هذه السلعة إلا أن تبيعني ما عندك. فيعلق عقدا على عقد آخر، ولها صور أخرى غير هذا كثير جدا، حتى إن الفقهاء بعضهم يتجوز فيقول: لأن العقدان في عقد منهي عنه شرعا، فكل عقد ركب على عقد آخر فإنه منهي عنه. بعتك على أن تؤجرني، بعتك على أن تهبني، أي اشتراط عقد على عقد آخر فإنه منهي عنه لأجل هذا المعنى. وهذا المعنى الذي مشى عليه فقهاء المذهب هو المشهور، بل قد نص عليه أحمد في أكثر من رواية، نص أحمد في أكثر من رواية على أن المقصود ببيعتين في بيعة تعليق عقد على عقد آخر، سواء كان بيعا أو إجارة أو هبة أو غير ذلك. هذه المسألة الأولى. الرواية الثانية في المذهب، وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه، وهو الذي مشى عليه مشايخنا وعليها الفتوى، بل عمل المسلمين عليها، أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة هو عين نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة. فيكون معنى الحديث تفصيل معنى بيع العينة، وذلك أن يتفق المتعاقدان على أن يبيعه سلعة، فهو البيع الأول، ثم يشتريها منه بثمن أقل أو أكثر في العينة العكسية. تعرفون العينة لها صورتان، العينة والعينة العكسية. فإذا اتفق على البيع والشراء فهو علق بيعه على أن يشتريها منه بثمن آخر، ففي هذه الحال نقول إن هذا هو المنهي عنه، وهو البيعتان في بيعه، لأن المعنى هنا يكون صحيح، لأن على الرواية الثانية يكون النهي عن بيعتين في بيعة إنما هو لأجل حيلة الربا، منع عنها درءا لحيلة الربا. وقد ذكرنا قبل، مر معنا طبعا، أنقل كلام أهل العلم، أن العقود إنما ينهى عنها لأحد أمرين، إما أن ينهى عنها لأجل الربا أو أن ينهى عنها لأجل الغرر، مر معنا في الدرس الماضي. وسبق معنا أن أهل العلم نصوا على أن ما حرم لأجل الربا فهو أشد تحريما، فيمنع قليله وكثيره، ويمنع التحيل عليه، بخلاف ما حرم لأجل الغرر، فإن ما حرم لأجل الغرر يباح قليله، وذكرنا ضابطة في الدرس الماضي، وفي نفس الوقت يجوز التحيل عليه، يجوز التحيل عليه، وسيمر معنا إن شاء الله في باب الربا كيف يكون التحيل على ما حرم لغيره بالتفصيل. لكن يهمنا هنا مسألة أن الرواية الثانية
تحمل النهي عن البيعتين في بيعة لا على عقدين في عقد، وإنما يحمل على معنى آخر وهو النهي عن بيع العينة، بمعنى أني لا أبيعك إلا أن تبيعني نفس العين بثمن آخر، سواء كانت العينة الأصلية أو العينة العكسية، قد تكون لمصلحة البائع أو لمصلحة المشتري أخذ الفائدة الربوية. ما الذي يؤيد المعنى الثاني؟ الرواية الثانية عند أبي داود، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي الأقل من الثمنين أو الربا. لو تأملنا في حمل هذا الحديث على بيع العينة لوجدنا أنه تنطبق عليه الرواية الثانية، فيكون أوكسهما أي الثمن الأقل، فإن لم تأخذ الثمن الأقل فإنك آخذ للربا. كيف هذا الشيء؟ لما أبيعك هذا الكأس بخمسة وأتفق أنا وأنت على أن أشتريه منك بأربعة، بعته لك بخمسة مؤجلة واشتريته منك بأربعة حالة، هذه العينة، العينة العكسية بعته لك بخمسة مؤجلة، بعته منك بخمسة حالة واشتريتها منك بستة مؤجلة، نفس هي كلها عينة، لكن هذه العينة وهذه العينة العكسية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة وهو بيع العينة فله أوكسهما. نقول: ليس لك إلا الخمسة، فكأنك بعتها بخمسة واشتريتها بخمسة وانتهى. فإن لم ترضى بالأقل من الثمنين فقد أخذت الربا، ونحن قلنا إن البيعتين في بيعة هي العينة، والعينة إنما حرمت حيلة للربا فيكون سببا للربا، فلذلك انضبط على المعنى الثاني. على الرواية الأولى مشهور المذهب كيف يوجهون هذا الحديث، قالوا: فله أوكسهما أي الأقل، أي الأقل فيبطل العقد أو الربا، فإن مضى فإنه يكون قد فعل محرما. قالوا: لأن الربا يطلق في الشرع على معنيين، يطلق على كل كسب محرم، ويطلق على الفضل في الأموال الربوية الذي سيأتي إن شاء الله له باب مستقل بمشيئة الله عز وجل. إذن هذه هي المسألة التي معنا. قضية، أو قبل أن ننتقل لبعض المسائل التي تتعلق بهذه الجزئية، هنا مسألة أيضا مهمة أخرى، وهي قضية: هل يجوز تعليق البيع على شرط مطلقا أم لا؟ المسألة تكلمنا عنها قبل قليل، وهي مسألة تعليق البيع على عقد آخر، تعليق البيع على بيع، هذه مسألة شبيهة بها، وهي تعليق البيع على شيء على شرط. يعني يقول: بعتك إن جاء فلان، بعتك إن كان كذا. نقول: لها صورتان التعليق على شرط. فإن كان الشرط متردد محتمل الوجود أو غير محتمل الوجود، يعني متردد جدا، ففي هذه الحال لا شك وجها واحدا أنه لا يصح. وإن كان الشرط مستيقن الوجود فإنه في هذه الحالة يصح، مثل لو قال: بعتك نهاية الشهر، بعتك إذا جاء الهلال، بعتك إذا كان كذا، مستيقن الوجود فإنه يصح في قول بعض أهل العلم دون بعضهم. فإن مشهور المذهب أنه لا يصح، لأنه لا يصح عندهم تعليق العقود على الشرط، وأما الرواية الثانية فإنه يصح، وهي اختيار الشيخ تقي الدين. ونذكر تقسيما آخر مفيدا، معرفة التقاسيم، فأنت اعلم دائما أن معرفة تقاسيم المسائل يفيد معرفة العلم. وقد ذكر أبو هلال العسكري في مقدمة كتابه للفروق، قال: إن معرفة التقاسيم تكسب كامل التصور للعلم، أو نحو ما قال رحمه الله. نقول: إن العقود، هناك عقود متفق عليها أنه لا يصح أن تكون معلقة على شرط، وهذا الشرط يسمى بالشرط الواقف، وهناك عقود يصح باتفاق تعليقها على شرط، وهناك شروط، وهناك عقود مختلف فيها. فالذي لا يصح باتفاق أهل العلم تعليقها على شرط عقد الصرف مثلا، وعقد النكاح بإجماع أهل العلم لا يصح تعليقها على شرط. ما يقول يعني لو قال رجل لآخر: زوجتك ابنتي إن حدث كذا، ما يصح، فإنه باتفاق لا بد أن يكون العقد بات، وأن لا يكون مؤجل أو معلق على شرط. العقود التي يصح تعليقها في الجملة أو يكاد يكون إجماع إلا للظاهرية خلاف، وهو مثل عقد الطلاق، فإنه باتفاق يجوز تعليق الطلاق على شرط،
إن خرجت من الدار فأنت طالق. وأما ما عداها من عقود التمليك فمشهور المذهب أنه لا يصح تعليقها، واختار الشيخ تقي الدين أنه يصح، وهذه مسألة طويلة جدا. طيب هناك مسألة أخيرة نختم بها حديث الباب، سم الهبة عندهم من عقود التمليك. سيأتي إن شاء الله معنا قضية إن شاء الله في بعد قريب، اللي هو قضية التبرع والمعاوضة بعد قريب إن شاء الله. طيب عندي المسألة الأخيرة في قضية، نحن قلنا قبل قليل إن الرواية الثانية هي التي عليها العمل، وهذا صحيح، فأغلب عمل الناس الآن على ذلك، فكثير من العقود الموجودة الآن يتعامل بها الناس هي من العقود المركبة التي اشترط فيها عقد على عقد آخر. فعلى سبيل المثال عقود الاستصناع، عقود المقاولات، عقود التوريد، العقود ربما التي تباشرها في اليوم الواحد، في الحقيقة أنت تركب عقدين في عقد واحد، فتقول أبيعك على أن تفعل لي كذا، على أن تزيد لي كذا لأجل أجرة، وإذاك تذهب لمحل فتقول أريد من كذا، إضافة للتركيب، التركيب هي أجرة، فربما تدفع أجرة زائدة للتركيب، ليس شرطا، لا أجرة زائدة، فأنت ركبت عقدا في عقد. وذلك عمل المسلمين لا يسعهم إلا أن نقول إن عقدين في عقد جائزة، وأن النهي إنما هو نهي عن بيع العينة. سمشي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما، هنا المصنف قال رضي الله عنهما لفائدة، وهي أن هذا الحديث من الأحاديث القليلة التي صرح فيها بالسماع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن جده صرح هنا بالسماع منه، ولذلك قال محمد بن طاهر القيسراني إن بعض الحفاظ قال لا يصح من أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا هذا الحديث، لتصريحه بالسماع من جده وتسميته لجده عبد الله بن عمرو بن العاص. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عنده. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وهذا الحديث رجال إسناده إلى عمرو بن شعيب كلهم ثقات، كما قال جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع، فقال إن رجال هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب كلهم ثقات. وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقد احتملها أهل العلم وحسنوها كالبخاري والإمام أحمد، إلا أحرفا ومواضع قليلة استنكرت، ومر علينا ومر معنا بعض الأحاديث التي استنكرت من هذه الصحيفة فإنها صحيفة، وإلا فإن أهل العلم كما نقل البخاري في التاريخ أو نقلها عنه الترمذي تحملوا هذه الصحيفة وقبلوها، وكثير من الأحاديث الأحكام إنما نقلت من طريق هذه الصحيفة. وقلت لكم قبل قليل أن محمد بن طاهر القيسراني قال إن هذه من أصح الأحاديث التي جاءت من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لتصريحه بالسماع وتسميته لجده بأنه عبد الله بن عمرو بن العاص وليس ابنه محمد، لأن اسمه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الحديث هو محل إشكال في جمله كلها، فنبدأ بأول جمله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. المراد بالسلف هنا هو القرض، في قول كثير من شراح الحديث، وقال بعضهم إن المراد بالسلف هنا السلم. والفرق بين التفسيرين أننا إذا قلنا إنه قرض فإنه يكون عقد تبرع اشترط معه عقد معاوضة وهو البيع، وإن قلنا إن المراد بالسلف هنا هو السلم فيكون معناه عقد معاوضة اشترط فيه عقد معاوضة آخر، عقد معاوضة اشترط فيه عقد معاوضة آخر. وعلى العموم فإن معنى قوله لا يحل سلف ولا وبيع، معنى ذلك كما قرر ذلك الشيخ تقي الدين وغيره، قالوا معنى ذلك أن يضم إلى العقد الذي يؤول إلى المحرم، يضم إليه عقد آخر غير مقصود،
وإنما هو من باب التحيل عليه، أن يكون الشخص يريد أن يصل لمحرم ولكن ما يستطيع أن يصل للمحرم فيضم عقد شكلي من باب التحيل. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين إن هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الجمع بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات، لا يجوز للشخص أن يجمع بين عقدين أحدهما معاوضة وتبرع. المذهب قاعدة مضطردة، لا يجوز اشتراط عقد في عقد ولو كان أحدهما تبرعا والآخر معاوضة أو كلاهما معاوضات، لا يجوز. لكن على الرواية الثانية الشيخ تقي الدين يقول لا، إذا كان أحد العقدين تبرع فإنه لا يجوز أن يشترط فيه معاوضة، فاستثنى فقط من اشتراط العقد في العقد صورة واحدة وهي حديث الباب، وهو أن يكون عقد تبرع فيشترط فيه معاوضة. قال لأنه يؤول إلى الربا. صورة ذلك أن يأتي شخص فيقرض آخر 1000 قرضا ثم يقول له أقرضك 1000 على أن تبيعني سيارتك، فبيعه لسيارته قطعا سيكون فيها محاباة، إما في الثمن أو في الأجل أو لأي سبب من أسباب المحاباة، فحينئذ يكون من المنفعة التي جرها القرض. ولذلك فإننا نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع إنما هو نهي عن التحيل على الربا. وأما على مشهور مذهب فإنهم يقولون يطردون فيه القاعدة فيقولون إنه دليل على أنه لا يجوز عقدان في عقد سواء كان سلفا أو بيعا، ولكن هذا صورة جزئية فيه. إذن هذه الجملة الأولى وانتهينا منها. الجزئية الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، أيضا هذه الجملة محل إشكال عند فقهائنا رحمة الله عليهم. فمشهور المذهب أن هذه الجملة على ظاهرها، ولذلك يقولون إنه يصح أن يكون العقد فيه شرط صحيح واحد، وأما إن كان فيه شرطان من طرف واحد إما من البائع أو من المشتري فإن العقد باطل أو فاسد لا يصح. ما دليلكم؟ قالوا حديث الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، وأما الشرط الواحد فقد ثبتت به السنة كما مر معنا من حديث جابر. إذا مشهور مذهب وهذا مرت معنا سابقا، يجوزون في العقود أن يكون فيها شرط واحد ولا يجوزون الشرطين، ولما منعوا من الشرطين لحديث عمرو بن شعيب فأخذوا بظاهر الحديث. فقط من باب توضيح المذهب أنهم قالوا يجب أن يكون الشرطان ليس من مقتضى العقد، فإن الشرط الذي يكون من مقتضى العقد لا أثر له، هذا واحد. الأمر الثاني وهذا لم ينص عليه من المتأخرين إلا الخلوتي فقط، قال إنه لا بد أن يكون الشرطان من أحد الطرفين، وبناء على ذلك فلو كان شرط من البائع وشرط من المشتري فإنه بمعنى الشرط الواحد، قال وهذا مقتضى المذهب، كذا قال، فقط من باب توضيح المذهب. مر معنا في الدرس الماضي من حديث جابر أو في شرح حديث جابر أن الرواية الثانية تقول إنه يجوز مطلق الشروط ما لم تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عرض عليهم هذا الحديث فبما يوجهونه؟ فيقولون إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في البيع معناه بيع العينة، فيقولون إن النهي عن بيع العينة هو معناه النهي عن بيعتين في بيعة، هو معناه النهي عن شرطين في البيع نفس المعنى، فالشرطان هما يقول بعتك على أن تبيعني، الشرط الأول بعتك على أن تبيعني. ولذلك نقول إن هذا الحديث كي تنضبط قاعدته ويكون له معنى وهو التحيل على الربا نحمله على بيع العينة، فيكون مؤكدا وموضحا لمعنى بيع العينة. ونحن إذا قلنا إنه موضح لبيع العينة ليس لا نناقض أنفسنا حينما نقول إن التأسيس أولى من التأكيد، لا، لأننا إذا لم نقل ذلك فإن معنى العينة غير منضبطة. ولذلك تجد لفقهاء المذاهب في معنى بيع العينة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خلاف طويل جدا، حتى بعضهم أدخل صورا من المباحات مثل بيع التقسيط بعضهم منع منه، كما هي قول القوي عند الشافعية الذي يقول بعتك
هذه إما بخمسين حالة أو بمئة مؤجلة ويتفقان على أحد السعرين. بعض الشافعية منع منها قال إنها داخلة في العينة. في المذهب نعم ذكرت رواية وهي قوية جدا ومعتمدة، ذكرها صاحب الهداية ورجحها أيضا ابن قدامة في العمدة فقط ولم يرجحها في المقنع، أن هذه تعتبر عينة بشرط أن يتفرقا ولم يحددا أهو حال أم مؤجل. هذا ما في إشكال للجهالة، لكن إن حددا فنقول إن قول عامة أهل العلم بالجواز. أولئك لما أدخلوها لعدم ضبطهم للعينة، فنحن عندما جاءت هذه الأحاديث المفسرة لها عرفنا حد العينة وما هو ضابطها، فذلك لا نقول إن هذا من باب التأكيد فحسب، وإنما التأكيد والتوضيح لحدود العينة المنهي عنها الذي شدد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنها. طيب قال والثالث قال ولا ربح ما لم يضمن، أي لا يبيع الشخص ويكتسب ربح ما لم يضمن. هذه الحديث أو هذه الجملة فيها ثلاث مسائل مهمة عندنا. المسألة الأولى في مسألة هل الربح المقصود به ذات الربح للنهي عن ذات الربح أو عن أصل الربح، وهذه ذكرها ابن رجب في القواعد فقال إن كلام الإمام أحمد متردد، هل النهي في هذا الحديث عن الربح نفسه أو عن أصل الربح، وبناء على ذلك ينبني الخلاف سنذكره بعد قليل فيما لو باع بثمن بنفس الثمن أو بأقل أو بأكثر. المسألة الثانية فيما يتعلق في ربح ما لم يضمن أن الإمام أحمد جاء في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج أنه سئل عن هذا الحديث فقال إن هذا لا يكون عندي إلا في الطعام فقط، وأخذ منه الفقهاء أنه هناك أشياء لا تضمن وفيها ربح، وهذا اللي مثل منه أحمد مثل شركة المضاربة، فالعامل لا يضمن ومع ذلك له ربح، فدل على أنه خاص في المبيعات. ولذلك يقولون إن ربح ما لم يضمن يشمل الصور التي سأذكرها لكم بعد قليل. الصورة الأولى على المذهب نمشي ربح ما لم يضمن لأن أحمد نص أنه في الطعام خاصة. الصورة الأولى معنى أن بيع السلم إذا أراد الشخص أن يبيع المسلم فيه فإنه لا يصح. شخص طبعا قبل قبضه، بيع المسلم فيه قبل قبضه، شخص اشترى من آخر سلعة سلما إلى السنة القادمة وقبل حلول السنة القادمة قال سوف أبيعها لشخص ثالث، فيقولون لا يجوز لأنك ستبيع شيء لم تضمنه ولا يكون الضمان إلا بالقبض، ولا يكون الضمان إلا بالقبض، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم لا خلاف فيه. الصورة الثانية في بيع ما لم يقبض على الخلاف الذي سبق معنا قبل قليل في نطاق النهي عن بيع ما لم يقبض، أهو في المكيلات والموزونات أم في كل مبيع ذكرناه قبل قليل، وهذا أيضا مجمع عليه. هاتان الصورتان مجمع عليهما أنهما داخلتان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربح ما لم يضمن، هاتان الصورتان مجمع عليه. الأمر الثالث على أنه داخل في هذا الحديث، هذا هو المراد، بيع المسلم فيه وهذا مجمع عليه قبل قبضه، وبيع المبيع قبل قبضه على الخلاف في نطاقه أهو المكيلات والموزونات أم هو أوسع من ذلك. الصورة الثالثة وهي قضية من باع شيئا ثم تلف قبل قبضه من المشتري، نقول المشتري لا يجوز له بيعه انتهينا منها، لكن هل يجوز للبائع أن يستمر في البيع؟ يقول لا، هذا يسمى ماذا؟ وضع الجوائح. فهنا نقول كيف البائع، نتكلم انتهينا من المشتري في الصورة الثانية، نتكلم الآن عن البائع، كيف أنت أيها البائع تربح شيئا لم يتم فيه كمال الضمان، لم يضمن؟ فلذلك أمر الشارع بوضع الجوائح، وذلك قاعدة المذهب مضطردة، فجعلوا وضع الجوائح وجعلوا بيع ما لم يقبض إنما هو خاص بالمطعومات فقط دون ما عداها من المبيعات. وأما الشيخ تقي الدين فإنه طرد قاعدته فقال إن وضع الجوائح استمر معنا إن شاء الله في بيع الأصول والثمار
ليست خاصة بالمطعومات بل هي عامة. الصورة الرابعة والأخيرة، هناك خامسة أيضا، في عقود الإيجارات. لو أن شخصا استأجر عينا وقبل أن يقبضها أجرها، فمشهور المذهب لأنها ليست من المطعومات يجوز له أن يؤجرها، لأنها ليست مطعوم يجوز له أن يؤجرها ولو بثمن أعلى مما استأجر به، لكن بشرط واحد، أن تستوفى المنفعة بمثل ما تعاقد عليه. ما يستأجر بيت للسكنة ثم يجعلها مصنع، يؤجرها الواحد يجعلها مصنع، هذا ممنوع. لكن في رواية في المذهب، وإن كانت ليست هي المعتمدة، نقلها ابن قدامة في الكافي، أنه لا يجوز له أن يؤجرها حتى يقبض المنفعة، لكن المذهب أنها خاصة بالمطعومات. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربح ما لم يضمن، هذا متعلق بالقبض، بقبض المبيعات، وتكلمنا عنها قبل قليل بالتفصيل. المسألة الأخيرة وهي طبعا قلت لكم القبض، ولذلك نص على هذا المعنى أن المراد بها القبض صاحب الكشاف، ولذلك يقول المراد به ربح ما لم يقبض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ربح ما لم يضمن، أي ما لم يقبض، ما لم يقبض. طيب، وعرفنا صورها الأربع ذكرناها قبل قليل. الجملة الأخيرة وننتهي من هذا الحديث، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك. هذا الحديث جاء من حديث عمرو بن شعيب، وجاء من حديث حكيم بن حزام شوي عبد الرحمن، وجاء من حديث حكيم بن عسام، وجاء من حديث غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع المرء ما ليس عنده، وهذا النهي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في بعض الطرق أنه نهى أن يبيع ما لا يملك. مشهور المذهب أنه كل شيء لا يملكه الشخص وليس مأذونا له في بيعه، إن باعه المرء فإن العقد يكون باطلا، ويستثنى من ذلك لو اشترى لغيره بمعنى عام فإنه يكون موقوفا عليه على الإذن الثاني، لحديث عروة بن جعد البارقي، وسيمر معنا إن شاء الله بالتفصيل. والرواية الثانية في المذهب أن الفضولي، وهو الذي يشتري لغيره أو يبيع، أن عقده لا نحكم عليه بالبطلان، وإنما نحكم بأنه عقد موقوف على إذن صاحب الحق المشري له أو المبيع عنه، فيكون موقوفا. إن أذن صححناه من حين التعاقد، شوف صححناه من حين التعاقد، فيكون ضمانه في الفترة الماضية على البائع، على المشتري إذا كان مقبوضا، ونماؤه له، وإن رفض فإنه يكون للمشتري نفسه الذي باشر الشراء أو باشر البيع، يكون عليه هو من ضمانه هو. وهذه معنى قوله لا تبع ما ليس عندك، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية عرفناها قبل قليل في قضية نطاق بيع ما ليس عند الشخص. قلنا إن المذهب يمنع من ماذا؟ من بيع كل المعينات، ويجوزون بيع شيء واحد بشرطين، أن يكون موصوفا وأن يكون في الذمة. أنا أعطيتكم كثير من المسائل اليوم مرة واحدة على غير العادة، لكن يعني ركزوا معي شوف، هذه ترى مهمة جدا. هذه الرواية الثانية في المذهب يقول إن الموصوفات يجوز بيعها ولو لم تكن في ملكك، وإن لم تكن في الذمة، يجوز أن تبيع موصوف ليس في ملكك وإن لم يكن في الذمة، اللي هو السلم الحال. فالشيخ تقي الدين وافق الشافعية على أنه يجوز السلم الحال، لكن وضع قيدا، وهذا مذكور عند الشافعية أيضا أو عند بعضهم، أنه لا بد أن يغلب على ظنه أنه سيتوفر عنده هذا الموصوف. مثال الموصوف الآن الذي يعمل الناس عليه كثيرا، عندما تذهب لمحلات قطع الغيار تقول له أريد قطعة الغيار الفلانية، عندك؟ يقول إيه، ليست عنده، أعطني الفلوس الآن، يأخذ منك المال من الآن، ثم يذهب لجاره أو الثاني أو الثالث ثم يشتريه ويقول لك خذ. باعك ما ليس عنده، موصوف لأن قطعة غيار هذا النوع، وفي نفس الوقت ليس مؤجل وإنما هو حال، فيصح على قول الشافعية والرواية الثانية مذهب أحمد. وأما على مشهور مذهب فالعقد غير صحيح، لا بد من تجديده، ولا يجوز، ويلزم تجديده ويجوز الرجوع فيه تماما. أما على القول أو الثاني وهو أنه عقد صحيح، لا يجوز الرجوع فيه، بات ما لك حق تقول لا أيها المشتري أنا هونت، لا، مدام أقبضت الثمن فقد لزم العقد.
لأنه سلم حال. واضحة الصورة. إذن الخلاف بين المذهب وبين الرواية الثانية في قضية في بيع ما ليس عندك، عرفنا الأول في بيع الموصوف حالا فإنه يجاز على الرواية الثانية دون الرواية الأولى، تقريبا هي أهم صورة في المعينات، يعني ليس ذات أهمية. طيب يقول الشيخ: وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو، أي عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده. طبعا الذي أخرجه في كتاب علوم الحديث هو الحاكم أبو عبد الله الحاكم صاحب كتاب المستدرك، له كتاب في علوم الحديث يسمى معرفة علوم الحديث، رواه من طريق أبي حنيفة النعمان بن ثابت الإمام المعروف عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. هذه اللفظة نهى عن بيع وشرط ما تصح، حتى إن الإمام أحمد قال لا نعرفه مسندا في شيء من المسند، أو لا نعرفه مرويا، لا نعرفه مرويا في شيء من المسند، لا أعرفه مسندا، نفاه الإمام أحمد عبارة نهى عن بيع وشرط لا نعرفه مرويا في شيء من المسند. ويقول الشيخ تقي الدين: اتفق حفاظ الحديث على أن هذه اللفظة كذب، وأنه لا يصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد طبعا ضعيف جدا، لأن فيه رجل اسمه عبد الله بن أيوب الضرير وهو ضعيف جدا، يعني اتهمه أهل العلم بالكذب. وبناء على ذلك فإن هذه اللفظة استدل بها الجمهور على وهائها، فقالوا إنه لا يصح الشروط في البيع، وأما المذهب فإنه يصح الشرط الواحد، وإنما منعوا أكثر من شرط لما عرفنا دليله، وإذا كان مستندهم ضعيفا فإنه لا يصح الاحتجاج به. وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. نعم، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. المراد ببيع العربان هو بيع العربون أو العربون بالفتح والضم، ويصح قلب العين همزا أربون، وهذه الألفاظ الأربع أو الصيغ الأربع كلها واردة ومقبولة، وقد جاء بها لسان العرب. قبل أن نتكلم عن المراد بهذا البيع وصفته والخلاف فيه، قال المصنف رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. الحقيقة قوله بلغني عن عمرو بن شعيب، يعني رواه بلاغا، إنما هذا قد ورد في رواية القعنبي محمد بن مسلمة القعنبي، وهي التي اعتمدها أبو داود في السنن. ولذلك فإن السنن إنما جاء من رواية، يعني رواية الموطأ إنما هي من طريق القعنبي، والبخاري كثيرا ما يرويها من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي ويروي من طريق غيره الموطأ، ومسلم يروي غالبا من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي، غير يحيى بن يحيى الأندلسي المصمودي، فهذان راويان كلاهما عن الإمام أحمد. والقعنبي هو من أوثق الرواة عن مالك رحمة الله عليه، وإذا كان كثير من أهل العلم يقدمه وبعضهم يقدم عليه غيره. قال: بلغني عن عمرو بن شعيب. أنا قلت هذا الخلاف لماذا؟ لأن الشخص منا إذا رجع إلى الرواية المطبوعة من الموطأ التي هي برواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي المصمودي، سيجد أنه قد جاء فيها أن مالكا قال: حدثني الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه تكلم عن قضية مسألتين: المسألة الأولى إذا قال مالك حدثني الثقة، والأمر الثاني إذا قال مالك بلغني. الأصل في البلاغات أنها ضعيفة من كل الناس لأنها محكومة بالانقطاع، لكن ذكر ابن عبد البر أن مالكا إذا قال بلغني فمعناه أنه قد أبهم شيخا واحدا من شيوخه. والقاعدة المضطردة أو الغالبة عن مالك أنه لا يروي إلا عن ثقة، فكانت طريقة ابن عبد البر أن كل ما كان من البلاغات مالك فإنه محمول على التصحيح الحديث، حتى إنه قال الكلمة المشهورة نعرفها جميعا: ما من بلاغ من بلاغات مالك إلا وقد أسندناه إلا أربعة أحاديث. هذه الأربعة أحاديث جاء بعدها أبو عمرو بن الصلاح وألف فيها جزءا مطبوعا في إسنادها، لم يجد ابن عبد البر إلا أربعة أحاديث لم يجد لها إسنادا، وما عدا ذلك فقد وجد له إسنادا. المقصود من هذا أنه
لا يقول مالك بلغني إلا عن ثقة، هذا رأي ابن عبد البر. لكن هذا مشكل، لأن هذا الحديث قد بين ابن عبد البر نفسه أن الذي رواه مالك عنه إنما هو عبد الله بن لهيعة المصري، وعبد الله يعني مضعف في أغلب أحواله إلا من رواية بعض الرواة عنه كالعبادلة، ولذلك فإن هذا الحديث ضعيف لا يصح لإبهام شيخ مالك. وإن قلنا إن مالك لا يبهم إلا ثقة، فإن هذا مستثنى في هذا الحديث بخصوصه، لأنه قد صرح في بعض الطرق في خارج الموطأ أن المراد بشيخه الذي أبهمه إنما هو عبد الله بن لهيعة وهو مضعف. ولذلك فإن الأئمة ضعفوا هذا الحديث، منهم الإمام أحمد، فقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه هذا الحديث ضعيف ليس بشيء. والإمام أحمد يعني سعته ومعرفته بالرجال وبعلل الحديث لا يكاد يعني يدانيه إلا القلة من علماء الحديث رحمة الله على الجميع. هذا التضعيف والتصحيح الحديث هو الذي ينبني عليه بناء حكم الحديث وما يترتب عليه بعد قليل ما سأذكره. عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى في معنى العربان أو العربون أو الأربون أو العربون، يصح العربون والعربون، وهذه أربعة ألفاظ كلها ذكرها أهل اللغة. قالوا معنى هذا العقد هو أن يعطيه بعض الثمن، فإن أمضى العقد وإلا فهو هبة، أي الثمن الذي أعطاه إياه له هبة. هذا معنى عقد العربون، وله صورتان، إما أن يكون مؤقتا وإما أن يكون مطلقا غير مؤقت. صورة المؤقت يقول خذ هذه 5000 قيمة الأرض إلى شهر، إذا ما أتمم من العقد إلى شهر وإلا فإنها لك، هذا المؤقت. المطلق أن يقول هذه 5000 إن أتمم من العقد وإلا فهي لك. لماذا فرقنا بين الصورتين؟ لأن فيه في المذهب روايتان. رواية تقول إن عقد العرب إن بيع العربون صحيح سواء كان مطلقا أو مقيدا، وهو معتمد في المذهب. ومنهم من يقول إنه يصح العقد إذا كان مقيدا، وأما إذا كان مطلقا فالعقد باطل. لماذا قالوا إنه باطل؟ قالوا لأنه ما ندري متى ينتهي. يقول أنا أخذ 5000، قد أتي بعد شهر، قد أتي بعد 20 سنة، يقول أمضي البيع. ولكن يقول إذا كان مطلقا غير مقيد بزمن فإنه في هذه الحالة يرجع فيه للعرف وعدم تضرر البائع. طيب، ما حكم بيع العربون وما يتعلق به؟ المذهب وهو من مفرداته خلافا للمذاهب الثلاثة كلها أن عقد العربون في البيع عقد صحيح، لأنه ثابت عن عمر وابنه وعن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا ولأنه في معنى التبرع، هو في الأصل أن يقول هذه 5000 لي، ولكنه قال إن لم أمضه فهو لك، ففيه معنى التبرع لك، فقالوا يصح. وأما جمهور أهل العلم خلافا للمذهب فإنهم يقولون لا يصح عقد العربون بناء على هذا الحديث. وهذا الحديث كما ذكرت لكم فإنهم يعني ضعفه الإمام أحمد، هذا من جهة الإسناد. وأما من جهة النظر فإن ابن رجب رحمة الله عليه في كتاب القواعد ذكر أن بيع العربون مآله أنه عقد إقالة بعوض، والإقالة بعوض جائزة. انتبه، لأنك إذا عرفت تكييف العقد انحل عندك الإشكال، لكي لا تقول إنه ربط عقد بعقد، لا، أنه يقول هذه 5000 هي جزء من الثمن، فإن كانت فيه إقالة فإنه إقالة بعوض، أقلت يعني تقيلني في مقابل كذا، والإقالة بعوض تجوز. ولذلك يقول هذه القاعدة مضطردة في المذهب وهي الإقالة بعوض، حتى إن مشهور المذهب أنه يجوز الخلع بأكثر من المهر، لأنها من الإقالة بعوض، والعوض مفتوح لا يلزم أن يكون برأس المال بل يجوز بعوض. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا
فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ابتياعه للزيت في السوق، ذكر أنه قد رواه الإمام أحمد وأبو داود، وأن هذا اللفظ الذي ذكره لأبي داود، وذكر أن هذا اللفظ أن هذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم. وبعض أهل العلم كالمنذري في تلخيصه لسنن أبي داود وتبعه النووي قد أعل هذا الحديث، لأن فيه محمد بن إسحاق وكان قد دلس في إسناده، ولكن قد جاء في بعض الطرق عند أحمد وغيره تصريح محمد بن إسحاق بالتحديث عن شيخه أبي الزناد، فقال: حدثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا تصريح منه بالتحديث. هذا الحديث فيه أمور. الأمر الأول أن ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق، يعني اشتريت زيتا من السوق. هذا الزيت قد يكون زيتا للطعام، وقد يكون زيتا للاستصباح، فإن هناك زيت لا يؤكل وإنما يكون الاستصباح. وهذا الذي أخذ منه فقهاء المذهب أن القبض شرط لنقل الملك في كل مكيل وموزون، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، فقالوا إنه كونه جعله زيتا لا يلزم منه أن يكون مأكولا. قال: فلما استوجبته، يعني عقدت العقد، لقيني رجل في السوق نفسه فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل. ربما كان في ذلك الزمان عرف أنه إذا تمت الصفقة ضرب على يده، وهذه الطريقة في الحقيقة هي رفع للنزاع، فكثير من الناس قد يشكل عليه هل عقد البيع مع صاحبه أم لا، فكثير من الناس يقول: بعتك مثلا أو نحو هذه الكلمة، ثم يتراجع بعد يوم أو يومين. فإذا سألت البائع هل قلت صيغة الجزم الصريحة بعتك، أو يعطيه لفظة أخرى يقول: ها نسيت ما الذي قلته. ربما كان في ذلك الزمان عرف بين أهل السوق أن البيع التام يكون بالضرب على اليد، وهذا ذكره بعض الشراح، لأن إذا فعلت هذا الشيء معناه أنه صريح في البيع وليس تردد. ومن يعرف الأقضية في المحاكم فإن كثيرا من الناس وخاصة في الأراضي يدخل عند آخر ويقول: بعتك، فيأتي المشتري ويشهد عليه شاهدين أنه باعه بصيغة الجزم، فيأتي البائع فينكر أنه قاله على صيغة الجزم، وإنما يأتي بلفظة آخر قال: أردت أن أفكر، أو كنت معلقا على المستقبل، أو قال: سأبيعك، فإنه لا ينعقد البيع إذا كان معلقا على المستقبل كما مر معنا. ولذلك ربما قلت لكم أن هذه عرف عندهم للدلالة على الجزم. قال: فأخذ رجل من خلفي بذراعي، أخذه بيده لينتبه، فالتفت، يعني ضربه هكذا، أظنه ضرب بيده هيئة الضرب، هذا اللي يظهر، أو التسلام ممكن، لا أدري. تم موجود الآن بس كده مثل التحدي الآن، بعضهم إذا تحدى أو باع يمسك كده، لا لا، إذا مسك قال اشهدوا، إذا مسك كده لا يقول اشهدوا، إذا مسك أيضا يقول اشهدوا أنه تبع باع. ما أدري والله، أنا لست صاحب بيع ولا شراء، إذا مسك كده تم ربما، لا أعلم، لا أعلم والله، لا أدري كيف الحقيقة صفة الضرب، لكن ظاهر الحديث يعني تدل على هيئة معينة في الضرب، وحتى الشراح لم يذكروا شيئا فيما أعلم. قال: فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذا الحديث أصله في الصحيح من حديث ابن عمر من سماعه للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر معي، ولكن سننظر ما الفرق بين الحديثين. فإنه في الصحيح قد ثبت أن ابن عمر قال: كنا نشتري الطعام جزافا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الركبان، فننهى عن بيعها حتى ننقلها أو ننقله من مكانه. إذن الفرق بين ما سمعه ابن عمر رضي الله عنه، وهما حديثان نص على أنهما حديثان جمع أهل العلم كالطحاوي وغيره، ليس حديثا واحدا، الفرق بين هذا الحديث الأول الذي سمعه ابن عمر والحديث الثاني الذي نقله ابن عمر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجهة الأولى من حيث أن ابن عمر قال: نبتاع الطعام،
فهو خاص بالطعام. وهنا قال أن تباع السلع فجعله عاما، وسيأتي أثر الاختلاف في هذا الأمر. الأمر الثاني أنه جعل هناك جزافا في حديث عمر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ليس جزافا وإنما حتى في المعينات مثل الزيت فإنه معين، فإن الزيت معين. وانتبه لهذين الفرقين بين الروايتين فإنها محل إشكال سأذكره بعد قليل. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه دليل على أن القبض شرط في نقل المبيع، في نقل ملك المبيع، في نقل ملك المبيع. وقلنا قبل قليل أن المذهب إنما هو خاص بالمكيلات والموزونات، ووجه استدلالهم من هذا الحديث قالوا لأن الزيت ليس مطعوما وهو من المكيلات والموزونات. قال وأما رواية أن تباع السلع الذي جاءت هنا في هذا الحديث فإنها محمولة على السلع المكيلة والموزونة فقط، لما سبق في الحديث السابق من حديث أبي هريرة حتى تكتال، حتى تكتال. طبعا الزيت يباع بالكيل لأنه يباع بالأرطال، أرطال الزيت، وهو وحدة كيل، كانوا قديما يبيعون بالكيل، يعني مثل التنكة، التنكة هذه وحدة كيل وليست وحدة وزن. طيب، هذه المسألة. الرواية الثانية الذين قالوا إنه عام في كل شيء فإنهم استدلوا بظاهر الحديث أن تباع السلع، وذلك يقول الزركشي في شرح الخرقي ظاهر هذا الحديث حيث زيت أنه يدل على أنه ليس خاصا بالمكيلات والموزونات بل في كل المبيعات، سواء كان مكيلا موزونا معدودا مذروعا ونحو ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وأرجو أن تنتبه للثانية، ذكرت في أول درس اليوم أن عندنا ثلاث معاني في البيع: الملك وتكلمنا عنه في حديث عمرو بن شعيب، والقبض وتكلمنا عنه في حديث أبي هريرة الأول وفي حديث الباب حديث ابن عمر، وبقي عندنا الثالثة وهي ماذا؟ النقل. فهنا هذا الحديث فيه دليل على اشتراط النقل للقبض، والنقل معنى زائد، النقل معنى زائد. أين أخذنا هذه الجملة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ولنعلم أن النقل بهذه الصورة يكاد يكون إجماع أهل العلم على أنه ليس بلازم، لأن لم يقل أحد من أهل العلم يجب أن تنقل لرحلك أنت، فيجوز أن تنقله عند تاجر آخر صاحب لك، يجوز أن تنقله في موضع آخر في السوق ليس الرحل، فليست على ظاهرها تماما. والعلماء رحمة الله عليهم في اشتراط النقل لهم مسلكان، بعضهم يقول إن النقل ليس شرطا وإنما الشرط القبض، فقالوا إن وبناء على ذلك فقالوا إن قوله حتى يحوزها التجار إلى رحالهم محمولة على القبض، محمولة على القبض، فهي يعني نقول إنها أسلوب بلاغي المقصود منه أنك تقبض العين المشترى بأي صورة من القبض، والقبض يكون على المذهب المكيلات بكيلها والموزونات بوزنها والمعدودات بعدها والأراضي العقارات بالتخلية فيها، بالتخلية وهكذا، والمتناول باليد بتناوله، يكفي التناول عندهم، ما يسمى قبضا. طيب، أما المذهب فإنهم أعملوا هذا الحديث وقالوا إنه يجب النقل، وذكرت لكم في أول الدرس ما الذي يجب عندهم النقل في صورة لا شك فيها وهي بيع إيش؟ الجزاف. كل من اشترى صبرة على سبيل الجزاف لا يجوز له أن يبيعها، ليس مجرد القبض فقط بل لا بد من النقل، لا بد من النقل، بيع الجزاف. وعندهم أيضا المنقول مما يشترط قبضه فلا بد من نقله، فخصوها بهاتين الصورتين، مع المنقول بعضهم كما ذكرت لكم يذكرها وبعضهم لا يذكرها. سمي شيخي، بس لابد تنقلها، حتى لو نقلت من غير كيل، الذي اشترى الجزاف يجوز أن ينقله من غير كيل، أقول خذه وده في محل ثاني، في محلي أو بسطتي. الجزاف مثل إيش؟ مثل يعني تكون قدامك شحنة رز أو شحنة بر أو شيء اشتريتها، أنت كيف عرفت قدرها؟ بالنظر، فالنظر يعني يكون مقياسا تقريبيا، فيجوز أن تشتريها ولكن ما يجوز أن تبيعها حتى تنقلها.
أو تقبضها بالكيل، إن كلتها خلاص انتهينا. لأنهم يقولون إذا قبضت أصبحت لم تصبح جزافا، وإنما أصبحت من ما يشترط فيه القبض ويكون بكيله، لكن الجزاف يجوز أن تبيعها جزاف بنقلها. لا، المعدودات التي يشترط فيها، المنقولات التي يشترط فيها، هذا شيء. لكن السيارة قلنا ما يشترط القبض عندهم، ما يشترط. شوف، الجزاف هو المكيل، لكن المكيل إذا كان محددا بكيل فإن قبضه بكيله. بعتك 5 أصع، ما يجوز أن تبيعها حتى تكيل هذه 5 وتتميز عن باقي الشحنة أو باقي المحل. لكن لما أذهب لمحل الطاحون هذا الذي يبيع لنا الرز ويبيع البر وغيره، فرأيت عنده صندوق مليء، قلت اشتريته بالذي فيه، لا قليل ولا كثير، خلاص بعتك بكذا، يقول هذا جزاف. فأنا مخير بين كيله وكن حزته أو بنقله، مجرد أنقله جزافا، أقول حط لي في كيس وأنقله ثم أبيعه وقد نقل. ما وضح؟ عندنا قبض وعندنا نقل، هنا قبضه يكون بنقله، الجزاف قبضه بنقله، قبضه بنقله لا بتخليته، لا بد أن يكون القبض بالنقل. أما المكيف بكيله، إذا اشتريته كيلا كان يقول بعتك صبرة، يعني 5 كيلو من هذه الصبرة وكانت جنسا واحدا، يقول جوز بعد القبض. لكن هناك القبض إنما يكون بالنقل، لا بد القبض بالنقل، ما يصح البيع في المكيل الموزون. لا، يكفي أن يكيله، إذا كان خلاص يعتبر قبض، لأن إذا كاله بيده أصبح بيده أو بيد وكيله. وهي الملك ثبت بالتعاقد، والقبض بالكيل، والنقل في الجزاف. الجزاف لا يكال وإنما ينقل. ولكن سمي شيخ. وعنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه 5 وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث أيضا ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم، يعني أن أبيع الإبل بدنانير الذهب، وإذا جاء وقت السداد لا أخذها دنانير ذهب وإنما أخذها دراهم فضة. قال: وأبيع بالدراهم، يعني أحيانا أبيعها بالفضة، وأخذها عند السداد دنانير ذهب. قال: أخذ هذا من هذا، أي أخذ الذهب بالفضة والفضة بالذهب، وأعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. قال: رواه 5 وصححه الحاكم. هذا الحديث رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر عند أهل العلم، لأنه قد تفرد برفعه سماك، وعن سماك إنما رواه العطاء بن السائب، وفيهما جميعا كلام، لا في عطاء ولا في سماك، وكلاهما فيه كلام، طبعا له سماك بن حرب المعروف. ولذلك حقق جمع من أهل العلم المحققين كالمرداوي، جمال الدين المرداوي، وقبله الترمذي، أن الصواب في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول مسألة مهمة استدل بها فقهاء المذهب على أنه يجوز بيع غير المكيلات والموزونات قبل قبضها، يجوز بيعها قبل قبضها. قالوا: لأن ابن عمر رضي الله عنه باع في الذمة، باع ما كان في الذمة وهو غير مقبوض بفضة أو بدنانير، يعني يبيع الإبل أحيانا وهي في الذمة بفضة، وأحيانا يبيعها بذهب، ثم يبيع الذهب كذلك وهي ليست من المكيلات والموزونات. هذا دليلهم. طبعا الرواية الثانية يقولون ماذا؟ يقولون: إن هذا قبض حكمي، فإن إسقاط ما في الذمة بمثابة القبض الحكمي، فلذلك يقولون فهو بمثابة المقبوض حكما فيصح بيعه. وذلك المصنف ذكر هذا الحديث بعد حديث ابن عمر مباشرة الأول للدلالة على الاستثناء في هذه المسألة. المسألة الثانية معنا أن هذا الحديث اشترط أمرين. الأمر الأول قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. اشترط شرطين: الشرط الأول أن تكون بسعر يومها، والأمر الثالث أن
يفترق وبينهما شيء أي دين باق. قبل أن أتكلم عن هذين الشرطين لنعرف الصورة بطريقة سهلة. الصورة ما هي؟ رجل له على آخر مبلغ من المال أو عين، شخص له على آخر مبلغ من المال أو عين، فأراد أن يبيع ما في الذمة بشيء آخر. في ذمتك لي 1000 ريال بناء على بيع سابق، فلما أردت أن تسددها قلت أعطني بدل 1000 ريال كذا عين أخرى، أو أعطني بدل 1000 ريال دولارات، وهكذا. يقول يجوز أن تبيع ما في الذمة على صاحبها بشرطين: الشرط الأول أن تأخذها بسعر يومها، والشرط الثاني ما لم يتفرقا وبينهما شيء. نبدأ بالشرط الثاني لأنه يحتاج إلى بعض البسط ثم نرجع للأول. الشرط الثاني قوله ما لم يتفرقا وبينهما شيء، هذا يدلنا على أنه يجوز بيع الدين على من هو عليه. يجوز بيع الدين على من هو عليه إذا كان بثمن حال. واحد تطلبه 5000 فتعاوضه عن 5000 بشيء آخر الآن حال، فإنه يجوز، وهذا صريح لأنه باع الدين الذي عليه بشيء حال، فأسقطت ما في ذمته في مقابل أن يعطيك شيئا حالا، لأنه قال ما لم يتفرق، ما لم تفترقا وبينكما شيء، وهذا نص صريح جدا. هذه الصورة الأولى. مفهوم هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الدين على من هو عليه إذا كان بثمن غير حال، وهذا الذي يسمى ببيع الدين بالدين. النهي عن بيع الدين بالدين نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، حديث ضعيف قال أحمد لكن مجمع على العمل به. وهذا الحديث أيضا يدل على بيع الكالئ بالكالئ، لأنه قال ما لم تتفرقا، فدل على أنه إذا تفرقا ولم يقبض المال فإنه باع الدين الذي عليه بدين عليه مرة أخرى. صورته: أنا أطلبك 5000 ريال فجئتك وقلت لك يا محمد أعطني 5000 ريال، فاتفقت أنا وأنت بدل ما تعطيني 5000 تعطيني مثلا بدلها 1000 دولار مثلا، أو لنقول تعطيني بدلها سيارة. إذا أعطيتنيها الآن في المجلس فإنه بيع للدين بثمن حال، يجوز لأنه بيع، والتقابض حكمي لأن إسقاط ما في الذمة كأنه حاضر، الدين كأنه حاضر، كأننا تقابضنا الآن انتهينا. لكن لو قلت لك سآخذها منك فيما بعد ولو بعد يوم واحد، يعني بعد انتهاء المجلس، فإن العقد من باب بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين في الجملة لا يجوز، يلزم القبض ما لم يتفرقا وبينهما شيء، يلزم القبض. والفقهاء تكلموا عن بيع الدين بالدين فقالوا إنه 4 صور كما تعلمون: بيع واجب بواجب، وبيع ساقط بواجب، وبيع واجب بساقط، وبيع ساقط بواجب. هذه مرت معنا، الأخوان يحضرون معنا في الزاد يعرفون مرت عن هذه 4 صور تكلمنا عنها. والمذهب أنها كلها لا تصح إلا صورة واحدة، وهو بيع الواجب بالواجب فقط. لا يجوز بيع صور الدين بالدين على مشهور مذهب إلا بيع الواجب بالواجب، وغير ذلك ما يجوز. بيع الساقط بالساقط، عفوا، بيع الساقط بالساقط ليس الواجب الواجب، بيع الواجب الواجب يرون أنه مجمع على تحريمه، وإنما بيع الساقط بالساقط. بيع الواجب ما معناه؟ أن الدين يكون وجوبه من التعاقد، وأما الساقط فإنه يكون واجبا قبله فيسقط بالتعاقد. فعندهم بيع الساقط بالساقط، أنا أطلب 5000 وأنت تطلبني 10 آصع مثلا بر أو غير ذلك، فأسقط الدين الذي في ذمتي في مقابل أن تسقط الدين الذي في ذمتك، هذا الذي يجيزونه فقط، وما عدا ذلك فإنهم يمنعون منه. وأما الرواية الثانية نأخذها ولا تعبتهم اليوم؟ أنا أحس أن اليوم نشوف أغلب الأخوان نقف وخلي الحديث عن بيع الدين بالدين الدرس القادم، لأن أشوف حتى الأخوان ملوا كثيرا. أنا كان عندي النجش والثنية، هذا فيه بعض الصعوبة شوي، والباقي سهل إن شاء الله، الدرس القادم كله سهل. وأخذنا في الدرس اليوم يعني الشيء الصعب واجتمع علينا بعد العشاء، لكن الأمور إن شاء الله الباقي بإذن الله عز وجل تكون سهلة. بذلك نقف مشيئة الله عز وجل في درس اليوم، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، نرجع إن شاء الله لبيع الدين بالدين، سنرجع لنفس الحديث ونذكر الرواية، لأن بيع الدين بالدين الحقيقة هو من أدق المسائل، دقيق جدا وكثير من الناس يقع فيه،
فلابد أنك تعرف التقسيم. وذكرت لكم أن التقسيم مهم جدا. التقاسيم التي أذكرها لك كلها أنا متبوع فيها، لم آتي بشيء من عندي، لا تظن أنني أتيت بها، وإنما أنقل تقسيم أهل العلم المشهور. فمعرفة هذه التقاسيم تحصر لك جميع الصور، وتضبط لك الخلاف الذي تظنه متناقضا بين المذهب الواحد، وإنما هم يقصدون صورة دون الصورة الأخرى. فلذلك يجب أن تعنى بالتقاسيم، وخاصة في باب المعاملات، فإن أغلب الأحكام التي فيه مبنية على التقاسيم. بذلك ينتهي درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسبوع القادم تعذرونني لا درس، الأسبوع بعد القادم بمشيئة الله عز وجل. في شيء؟ يعني 5 دقائق 10 سمي شيخي. الإيجار منتهي بالتملك، من منع منه منع منه لأحد الأسباب التالية، نحسبها. أول سبب، بعضهم قال إنه ممنوع منه لأنه عقدان في عقد واحد. نقول إن النهي عن العقدين في عقد واحد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حديث نهى عن عقدين في عقد، وإنما نهى عن بيعتين في بيعة، وبيعتان في بيعة محمول عند المحققين على أهل العلم على بيع العينة، فدلنا على أنه لا يوجد في الشرع ما ينهى عن عقدين في عقد واحد، إذن فيجوز. الأمر الثاني، أن بعض أهل العلم حرم عقد الإيجار المنتهي بالتملك، قال لأنه يجمع عقدين لا يمكن أن يجمع معا، وهما عقد التبرع مع عقد المعاوضة، لأنهم يقولون عقد إجارة عقد معاوضة وفي آخره تبرع وهو الهبة، فلا يجتمع عقد تبرع ومعاوضة، وهو الذي يدل عليه حديث نهى عن سلف وبيع على الرواية الثانية لا الرواية الأولى. أين الربا؟ ما في ربا. معاوضة، لا، من منع قالوا إنه جمع معاوضة وتبرع ما يجتمعان، لكن يقولون من يعني جعل هذا الـ يصحح هذا العقد، يقول له توجيهين. إما أن نقول إن هذه المعاوضة، أو عفوا ليس المعاوضة، التبرع، تستطيع أن تقول ليس تبرعا، ولكن تقول هو عقد إيجار ينتهي بالتملك، ألغي كلمة مع الوعد بالتملك أو مع هبة التملك، فتغيير الاسم لا يغير حقيقة المعنى، فهو يكون بيعا. هذا واحد. الأمر الثاني، بعضهم يقول إن المنهي عنه أن يكون السلف هو المقصود، التبرع ثم يربط به المعاوضة لأجل المحاباة، فذلك هنا يقول العكس، هو في الأصل أنه معاوضة ثم ربط به التبرع في الأخير. التوجيه الثالث، بعضهم قال إن هذا التملك في الأخير يكون اختياريا ليس إلزاميا، وإنما هو وعد ألزم نفسه فيه، والوعد في عند فقهاء الشريعة جميعا أنه ليس بملزم خلافا للقانونيين، فعندما نقول الإيجار مع الوعد بالتملك، فيجوز للمؤجر أن يقول لا أريد أن أملكك هذه السلعة، فيكون وعدا يعني ليس ملزما. هذه التوجيهات الثلاث. من صحح أيضا أنهم أمر ثالث، وهذا اللي صدر في قرار هيئة كبار العلماء الذين منعوا منه، في الحقيقة كان تعليل هيئة كبار العلماء لأجل الشروط. الواقع عندنا الآن الشروط مجحفة، لأنه 3 شركات أو 4 هي التي تؤجر، وتجعل خط العقد ضيق وصغير جدا، وتجعل الشروط مجحفة في حق الشخص جدا، ربما ما بقي عليه إلا 3 أقساط فقط، فيمتنع من السداد لظرف ما، فيسحبون هذه السيارة منه، ففيها ظلم للشخص، ظلم كبير جدا. وذلك القرار بني على الشروط لا على ذات العقد. الذين يصححون العقد لهم وجهتان، إما أن يقولوا إنه لا يوجد في الشرع ما يمنع من استحداث عقد بالتملك عند اتمام عقد معين في المنافع، إجارة، وعند تمامها يكون هناك عقد تملك، لأن لا يوجد في الشرع ما يمنع من تعليق شرط على شرط، لا يوجد، فهو عقد مركب. وكلامهم الحقيقة له وجهة نظر قوية جدا. الأمر الثاني، وهذا كان قديما يفتى به في المحاكم، أنهم كانوا يقلبون الإيجار المنتهي بالتملك إلى عقد بيع مع رهن السلعة. كانوا قديما قبل 15 عاما أو أكثر تقلب عقود الإيجار المنتهي بالتملك إلى عقد بيع مع رهن السلعة، بمعنى أن المستأجر وقت ما يشاء يرفع للمحكمة فيطالب بأخذ العين وتباع ويسدد بها دينه والباقي كله، وهذا فيه حفظ لحقه، وذلك هم يجعلون الأقساط الأخيرة عالية لكي لا يحفظ هذا. ولكن على العموم الآن انتهى الإشكال لصدور نظامين، نظام الإيجار التمويلي ونظام التنفيذ، فقد نص الإيجار التمويلي على الإيجار المنتهي بالتملك أنه عقد صحيح، فاختار القول الثاني، وهذا القول
ألف فيه بعض المشايخ من أعضائها يذكر العلماء بجوازه، كثير من المعاصرين يرى جواز إيجار المتعة بالتملك، بت فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف في هذه المسألة. الأمر الثاني، نظام التنفيذ الذي صدر بدأ من شهر 4 العام، ينص على أن الإيجار المتعة بالتملك لا ينظر في صحة العقد القاضي مباشرة، وإنما يذهب لقاضي التنفيذ فيقوم بالتنفيذ مثل الإيجار العادي. فالآن يعني القضاة لا ينظرون في صحة ذات العقد إلا أن يكون في الشروط أو في التفاصيل، هنا مسألة أخرى، أو في الاستيفاء أو في غيره، لكن ذات العقد أصبح عقدا صحيحا، ويعني رفع الخلاف في هذه المسألة قبل. وكثير من مشايخه يرى هذا الشيء، بل من مشايخنا أتذكر من سمعت من أول ما طلع العقد يرى جوازه. شيخنا الشيخ عبد الله بسام كان يقرر في الدرس أنه يجوز ولا يوجد ما يمنع، بناء على الرواية الثانية أن بيعتين في بيع ليست محرمة، أن عقدين في عقد ليست محرمة. هذا ما أخذها سم؟ أول ما خرج يا شيخ، أول ما خرج كان فيه إشكالات، كان فيه إشكال، كان الضمان على المشتري، إيجاره والضمان على المشتري، هذا أول ما خرج. طيب والآن مفروض يكون الضمان على البائع، على المؤجر. يقول ذاك الآن حلوها بالتأمين، حلوها بالتأمين، بالتأمين حلو، حلوها بالتأمين. طبعا هو الشيخ الإسلام يقول يجوز هذا الشرط، تعرف كلامه، لحديث عارية مؤدة، جاء في بعض الألفاظ عارية مضمونة ستمر معنا إن شاء الله، فيجوز المذهب ما يجوز، إن الشرط يخالف مقتضى العقد الضمان. فالشيخ تقي الدين يقول يجوز اشتراط الضمان على من ليس له الضمان لحديث عارية مضمونة، لأن الأصل في العارية أنها ضمانة، أن ضمانها يكون على صاحب المال لأنه متبرع، حتى على المستأجر، فهنا يجوز أن تجعل على المستأجر، هذه عقود تبرعات من باب أولى في عقود المعاوضات. لا، توسع الشيخ تقي الدين في العقود، يعني أتذكر قرأت للشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله أنه يقول، طبعا هو قديما كان في مشروع في سوريا وضع المعاملات المالية على شكل مواد أيام الشيخ علي، يمكن ما أدري كم 70 سنة، يقول وجدنا لما نظرنا في الفقه وجدنا أنه لا يمكن أن ينضبط المعاملات المالية ويعني يستقيم أمور الناس إلا على مذهب الحنابلة، وخاصة على الرواية الثانية، يعني خاصة الرواية الثانية ذكرتكم قبل قليل نمشي عليها، أكثر المعاملات الناس عليها. والجمهور ذكر الشيخ تفسيرات أشكلت ذكرتها قبل قليل، أنه قال إن كثيرا من الفقهاء يحرمون أشياء فيوقعون الناس إما في الحيل، وإما يوقعونهم في الإثم فيبدون يتحيلون، وذلك المذاهب يعني اثنان من المذاهب يتوسعون في المذاهب في الحيل، وهما مذهب أبي حنيفة والشافعي يتوسعون جدا في الحيل، ومن أضيق الناس الحيل مذهب الحنابلة، ثم يليهم المالكية. سنتكلم إن شاء الله عن الحيل في باب الربا إن شاء الله، بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. وضح الشيخ ماجد جزاك الله خير. سمي الشيخ فاتح، لا تبطل ليست صحيحة. طبعا حنا نشوف الشيخ، عندي مسألة هنا بس يجب أن أنبه لها، عندما تنسب الرواية الثانية الشيخ الإسلام تيمية ليس معناه أنه هو الذي قالها ابتداء، غير صحيح، فأغلب الروايات التي قالها الشيخ تقي الدين مسبوق لها، مسبوق إن لم تكن كلها، إلا نادرا جدا هي منصوص، بل ربما يكون هو نص أحمد معه أحد، ولها نظائر كثيرة جدا. وقد ذكر بعض الباحثين لما تأمل اختيارات أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال صاحب الشافي والتنبيه، وجد أن كثيرا من اختياراته هي التي يرجحها الشيخ تقي الدين، وكذلك ابن أبي موسى الهاشمي أبو علي الهاشمي الكوفي قاضي الكوفة، وإذا كان الشيخ تقي الدين يقول إن أبا علي ابن أبي موسى أعلم بنصوص أحمد من القاضي أبي يعلى أعلم، ومثله ابن أخيه أبو جعفر الهاشمي، وإن كان أبو جعفر تتلمذ على القاضي أبي يعلى فتأثر فيه وكتاب رؤوس المسائل المطبوع، ولكن سبحان الله العظيم، الله عز وجل يجعل لأقوام شرف النسبة فينسب لهم العلم أحيانا، مثل من شايخنا بعضهم ينسب لأشخاص 2-3 ينسب لهم، والحقيقة أنهم مئات، ولكن ينسب العلم أحيانا لبعض الناس، مثل ما نسب الفقه غالبا للأربعة، والحقيقة ليسوا أربعة بل هم مئات العلماء، ولكن يعني أصبح ينسب لهم على هيئة مدارس. فالنسبة شيء والتفرد بالقول شيء آخر، ولذلك عندما نقول هي الرواية الثانية أصح من أن نقول قول، وإنما نقول اختيار، ولذلك فقهاء المذهب لا يسمون ما اختاره الشيخ تقي الدين قولا له، وإنما يسمونه اختاره، وذلك في الإنصاف يقول والمختار والاختيار واختار، لأنه ليس بدعا منه وليس هو الذي أحدثه، وإنما مسبوق في المذهب، واسمها الاختيارات للبعلي وهكذا، فتسمى اختيارات
ويسمى قولا لهم. هذا بس أردت أن أؤكد عليها لكي نحل إشكالا في الذهن. إذا كل ما اختاره هو الحقيقة مسبوق له قبل ذلك، هذه مسألة. المسألة الثانية، لماذا قال يعني عشان نصوص أحمد تقصد؟ باعتبار نصوص أحمد لو فسرنا على ظاهره أغلب عقودنا الآن حرام. أنا لما أذهب أصلح سيارتي، تنصلح السيارة في الحقيقة، أنا عقدت معه عقدين، أن يصلح السيارة وهي إجارة، وأن يشتري لي قطع غيار، قلت تصلحها لي على أن تشتري لي. في العقود المركبة جزء كبير منها ليس كلها هي في الحقيقة عقود مشترطة على عقد آخر، فأنت ستحرج الناس حرجا ليس بالسهل، ليس بالسهل يا شيخ. فيجب أن تجعل هذا عقدا مستقلا وهذا عقدا مستقلا غير مرتبطين على بعض، ثم ستضطر بعد ذلك إلى أن تجعل العقدين منفصلين ولكن هما في الحقيقة مشترطان على بعض، لأني أعلم أن فلان يعمل العقدين معا فأذهب له، وأما فلان لا يعمل العقدا واحدا فأتركه. فعمل الناس وحاجتهم تدل عليه يا شيخ، وخاصة في تعقد المعاملات المالية في عصرنا هذا. هذا من حيث الأثر، أما من حيث الدليل أمر آخر. هذا المقصود يا شيخ؟ زين، في شيء مشايخ؟ اختلفا في قدر الثمن، نعم صح. لا تفاسخا، إذا كانت العين قائمة، إذا كانت العين قائمة، وأما إذا كانت العين ليست بقائمة رجع له بقيمة المثل. أنا وأنت اشترينا هذا الكتاب، ما أعطيتك الثمن، فلما أعطيتك قلت هذه 20، تقول لا 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 أنا بعتك إياه 50. فنقول طبعا نتحالف، أنا أحلف والله ما اشتريتها بالنفي، طبعا ما اشتريتها 50، وأنت تحلف والله ما بعتها 20. فإن تراوى أحدنا بالثمن الآخر ويبقى الإثم على الحالف، يرضى أحدنا فالحمد لله، إن لم يتراضى تفاسخا وتأخذ أنت الكتاب لأنك أنت البائع وأنا المشتري، أذهب فلا أحد يعطي الثاني ثمن. إن كانت العين قد ذهبت فلا نأخذ لا بقيمة 50 ولا 20، نذهب لصاحب خبرة، كم قيمة هذا الكتاب؟ 25 ريال، إذن أعطيك 25 لأنه تلف في يدي وأنا أضمن المثل، قيمة المثل. وضحت الصورة؟ وهذا من المجمع عليه كما ذكر، يعني مجمع الحكم في الجملة. بس في أحد الشيخ قبل الشيخ، برجع لك الشيخ فاتح، أنت آخر واحد في شيء مشايخ؟ سم شيخ العربون الحديث كيف على ماذا شرط علق الشرط، ركب عقدين ما يركبون مع بعض، هبة هبة وبيع، ومن رأى حله وجهه ابن رجب قال هو إقالة مع ربح، إقالة مع ربح قال، وهذا هي قاعدة المذهب أنه تجوز. طبعا الإقالة في الزاد شيخ تعرف، والإقالة فسخ ليست عقدا جديدا. لو قلنا إنها عقد جديد حل إشكال، لو قلنا إنها عقد حل إشكال وهي رواية مذهب، لكن المعتمد عند المتأخرين أنها فسخ. هل الفسخ يجوز مع الربح؟ المذهب نعم، الفسخ يجوز مع الربح. مثاله بيع العربون، مثاله لو أن شخصا تبرع قال افسخ البيع، اشتريت منك سيارة افسخ السيارة، افسخ البيع وما مضى من استخدامك لها ولك، أنا أبغى السيارة، هذا مع الربح. فالمذهب أنه يجوز. ومنها ما ذكرت لكم قبل قليل، الخلع أكثر من المهر، مشهور المذهب أنه يجوز لحديث لما قالت عقاص رأسي وش أوله بما وراء عقاص رأسي، فأجل فقالت خولة رضي الله عنها أنها تريد أن تخالع بكل ما تملك حتى ما وراء عقاص رأسي، يعني كل ما تملكه، فدل على أنهم يقولون يجوز الخلع بأكثر من المهر. فقاعدتهم أنه يجوز الفسخ مع الربح، وهذه قاعدة مضطردة، هذا هو تعليل المذهب. الجمهور يقول لا، نظروا للتعاقد ابتداء، فكيف يكون هناك عقد في هذا الشرط ويرون أن العربون من الشرط الذي يبطل العقد أو من العقد الذي ركب على عقد، والحنابل نظروا للفسخ حتى يقبضه حتى يستوفيه، ثلاث سياق، بيعها على البائع الأول، المذهب لا داخل فيها، يعني المذهب أنا اشتريت منك شيء ولم أقبضه ما يجوز بيعها عليك. الرواية الثانية في المذهب بيع البائع الأول يجوز، لا بثمن، بنفس الثمن قلنا، بنفس الثمن إيه، لا إذا باعها عليه إن شاء الله استمر معنا إن شاء الله العيدة في التفصيل أنه الثلاثية والعكسية والمقصودة وغير المقصودة سيأتي لها إن شاء الله. آخر واحد شيخ أخرناكم، سم سؤالا، نعم بيع العينة، بعتك على أن تبيعني، بعتك على أن تبيعني، بيعنا
شرط واحد. لا، يقولون الشرطان كيفهما؟ بعتك بثمن كذا على أن تبيعني بثمن كذا، أو على أن تشتري مني بثمن كذا. فبعتك على أن تبيعني شرط، ومقدار الثمن شرط. ولذلك في المذهب في مسألة ستمر معنا، ما ودي استعجلها، قضية بيع العينة، لو أن شخصا باع لشخص نسأ من غير مواطأة، وجد السلعة يبيعها صاحبها، هل يجوز له أن يشتريها؟ أعيد الصورة، ستأتي إن شاء الله. شخص باع لشخص نسأ، بعت سيارتك لي يا شيخ 5000 بعد سنة، ثم وجدتني أبيعها في الحراج، هل يجوز لك أن تشتريها 3000؟ المذهب يشدد، يقول ما يجوز أن تشتريها، ويستدلون بحديث عمر في الصدقة، فيقول هناك شيئين أو ثلاثة لا يجوز بيعهما، لا يجوز شراؤهما مع أنهما مباحان لأجل العقد، وهي الصدقة، وما باعه بنسأ إلا أن يشتريه بمثل ما باعه به فقط، وإلا ما يجوز حتى لو كان غير تواطؤ. سهم معنا إن شاء الله في محله، سنذكر شروط العينة الستة إن شاء الله. انتهى الدرس، جزاكم الله خير، أخرناكم اليوم جدا، لكن إن شاء الله كل شيء بأجره. سامي شيخي، لا والله أنا اللي أخرتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.